بسم الله. دلوقتي لو انا عايز احط باب او شباك، اجي من الاركتكشر دور اللي هي ديت، واقول له انا عايز دور او ويندو، الاتنين نفس الفكرة. اقول له مثلا دور، واحدد من الخصائص انا الشكل اللي انا عايزه، وبحدد هنا الويدث بتاعي والهاي والراس اوف توب والراس اوف بوتوم زي ما انا عايز. ده الراس اوف توب، الراس اوف بوتوم، الويدث او الشكل دوت. وبعد كده بدخل انا بحدد الهاي بتاعي، ارتفاعه سطح الارض هيبقى شكله عامل ازاي في الطباعة. وهنا بحدد الاوبننج دايركشن، هيبقى اللص بتاعه قد ايه، الانجل بتاعه قد ايه، الشكل بتاعه، الرمز بتاعه هيبقى انا رمز. تمام، عندك اشكال كتيرة تبدأ تختار الشكل اللي هو مناسب للحاجة اللي انت عايزها. وبعد كده هقول له اوكي، وابدأ احط الباب بتاعي سواء في 2D او في 3D. ومن هنا بحدد انا عايز يبقى من انهي ناحية الباب. تمام، مش هيبقى بالشكل دوت. وبعد كده بيقول لي نيو ريفرنس بوينت، اقول له انتر. السيت بروبرتيز انتر، هيبقى هو بالشكل دوت. ونفس الفكرة برضو في الويندوز، تدخل تحدد الخصائص اللي عايز تنفذها بأي شكل من الأشكال، وريفيل بتاعها أقول له أوكي، وأبدأ أحط النافذة بتاعتي زي ما أنا عايز بالشكل دوت. انتر.